بكم، مرحبا بكم في القناة، مرحبا بكم في وصفة جديدة. قبل أن نبدأ وصفة اليوم عليكم فقط الاشتراك في القناة وذلك بالضغط على زر أبوني، أيضا تفعيل الجرس للتوصل بجديد الفيديوهات على القناة. اليوم إن شاء الله سأتعلم لكم عن منتوج سحري ورائع جدا وله استخدامات عجيبة وغريبة ستفيدكم إن شاء الله. هذا المنتوج هو خل الكحولي الأبيض. هذا الخل له استعمالات رائعة خاصة في التنظيف، تابعوا معي الفيديو. لكن قبل متابعة الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة. أولا سأتحدث عن تنظيف الميكروويف. عادة ما يكون هناك بقع صفراء بالميكروويف كما تلاحظون، تبقى بعد التسخين أو بعد الطبخ في الميكروويف. هذه البقع يصعب إزالتها، لكن الحل سهل مع الخل. نقوم بأخذ الخل و تقريبا 4 ملاعق كبيرة من الخل، مقدار نصف كأس من الخل، ونضيف عليه كأس من الماء في إناء. نقوم بوضع هذا الإناء في الميكروويف لمدة 2 دقيقة، وبعدها سنقوم بتنظيف الميكروويف بكل سهولة. ننتظر لمدة 2 دقيقة. يمكنكم عمل أكثر من 2 دقيقة حسب عدد الأوساخ الموجود عندكم بداخل الميكروويف. نزيل الإناء من الميكروويف ونقوم بقطع التيار على الميكروويف، لا تنسوا هذه الإشارة. نقوم بأخذ الماء مع الخل الذي قمنا خلطه في الأول ووضعناه في الميكروويف، وسأقوم بالتنظيف بكل سهولة، ستزيل البقع بكل سهولة معي. هكذا الميكروويف نقي وجد لامع. فكرة ثانية وهي خاصة بتلميع الخشب وتنظيفه، صراحة هذه فكرة رائعة جدا وفعالة في تنظيف الخشب وتلميعه. نحتاج فقط إلى بخاخ نضع فيه كأس من الماء، نحتاج إلى زيت الزيتون، ونحتاج إلى الخل. طبعا نقوم بأخذ البخاخ الذي وضعنا به الماء، سأضيف عليه ملعقة من زيت الزيتون، فقط ملعقة من زيت الزيتون. وسأضيف عليه 4 معالق من الخل الأبيض. سنحصل على محلول فعال في تنظيف الخشب. نقوم بخلط كل هذه المكونات جيدا جيدا. وبعدها نقوم برشه على الأماكن التي نريد تنظيفها، نتركه لبضعة دقائق، وبعدها سنقوم بمسح هذا الخشب بمنديل نظيف، وسنحصل على تنظيف ولمعان رائع للخشب. وهذه هي النتيجة. في
فكرة أخرى بالنسبة للخل، وهي خاصة بتنظيف شاشة التلفاز. نقوم بقطع أولا التيار على التلفاز، طبعا نقوم بأخذ إناء نضع فيه ملعقة خل وملعقة من الماء بالتساوي، سنأخذ قليل من هذا الخليط وسنقوم بمسح زجاجة التلفاز لإزالة الأوساخ وشوائب العالقة بها. هذا الاستعمال يمكن أيضا بالنسبة للكمبيوتر، يمكن استعمال نفس الطريقة لشاشة الكمبيوتر. كما تلاحظون قمنا بإزالة الأوساخ العالقة بالتلفاز وتنظيفه بكل سهولة. وهذه هي النتيجة، لمعان رائع وتنظيف جيد للشاشة. فكرة أخرى وهي في إطار التنظيف أيضا، بالنسبة للمقلاة يوجد هناك بعض الزيوت والشوائب التي تلصق على المقلاة ويصعب إزالتها. الحل سهل مع الخل، نقوم بوضع كأس من الماء ونقوم بوضع أيضا نصف كأس من الخل الأبيض، نضع المقلاة فوق النار إلى حد الغليان وبعدها سنزيلها من فوق النار وسنصب الماء وسنقوم بتنظيفها بكل سهولة. ستزيل جميع الدهون وجميع الشوائب وجميع الأشياء اللاصقة بالمقلاة بكل سهولة، طبعا كما تلاحظون فهي ستزيل بكل سهولة. هذه طريقة فعالة جدا لتنظيف المقلاة. والفكرة الأخيرة متعلقة بحوض الحمام. عادة ما ينغلق حوض الحمام سواء بالشعر أو بالأوساخ العالقة به، والماء يصبح صعب تمريره في الحوض. عندي فكرة سهلة وبسيطة، نقوم بأخذ فقط الملح والخل، نزيل أولا الشباك من فوق سنقوم بوضع 3 ملاعق من الملح وبعدها سنضيف الخل وسنتركه يتفاعل جيدا هذا الخليط. سنتركه يتفاعل، سأكرر العملية 3 مرات أو يمكنكم تكرارها أكثر إلى غاية أن تحصلوا على تنظيف مثالي وجيد للحوض. وبعدها نقوم بصب الماء الساخن في الحوض وسنحصل على انسيابية وعلى أن الماء سيصبح يمر بكل سهولة في الحوض، وهذا حل نهائي لهذا المشكل. إذا أعجبكم الفيديو وللمزيد من الفيديوهات لا تنسوا دعمنا بلايك وشير ليستفيد منه الجميع. للمزيد من الوصفات قوموا بتحميل تطبيق عالمك سيدتي بدون انترنت أو زوروا موقعنا على الانترنت، ستجدون الروابط في صندوق الوصف. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم بإذن الله.